برنامجكم اللي تعودتوا فيه عليه، برنامج حلاوة رمضان. جيت لكم اليوم جبت لكم معايا وصفة بزاف هايلة وبينة اي سورتو بريزونتابل، بلا ما ننسى لي سبونسور اللي رافقوني طيلة هذا البرنامج، المرجان اللي فيه كامل لوازم الحلويات اللي تسحقهم المرأة في الكوزينة تاعها، وبيان سور باش تسهل علينا الخدمة لازم لي زيكترو ميناجي. عندنا اليوم ماكسويل اللي توجور بيان سور كيما كل يوم معاونيني في الكوزينة تاعي. بالنسبة لوصفة تاعنا تاع اليوم جبت لكم وصفة بزاف بزاف بنينة، هي وصفة مقروط غولي، وصفة بنينة أو ميم طون بريزونتابل وتحمر الوجه. نروح للوصفة تاعنا والمقادير تاعنا واش فيهم كامل. عندي هنايا سميد بالنسبة لابا تاعنا، عندي سميد، عندي هنايا فرينة بالنسبة للناس اللي تخاف المقروط يفتح لها في المقلاة، ولا نعاونو حنا بشوية تاع فرينة. بالنسبة بيان سور ثاني للسميد لازم يكون متوسط. عندنا هنا كمية تاع السكر، كمية تاع ليدام. أنا توجور جو بخيفاغ في المقروط نستعمل السمن، يجي بزاف بزاف بنين سخطو المقروط تاع المقلة. الحاجة الأولى اللي نديرها نذوب الكمية تاع السمن تاعي، ها المقروط من بين الوصفات اللي كبرنا عليهم، ويعني شوفوا دائما جداتنا وماتنا دائما يخدموهم كما على بالنا بلي هو سلطان المعده، ولازم يتحط في رمضان في العياد. برك حنايا كل خطره واش نديرو فيه موديل، يعني كاين مقروط غولي، مقيرط، مقروط بيان سور يكون شويه كبير. هنايا نتوما تخيروا، انا نعطيكم الوصفه نتوما ديروا الشكل كيما حبيتوا. ليسونسيال الوصفه الاصليه تدوها من عندي ان شاء الله. هنايا نديروا مواد جافه تاعنا كامل كيف كيف. انا كي ندير المقروط ما نكذبش عليكم نحب توجور نديرو في القصعه. الله الله، هنا نزيد معايا الكميه تاع السكر، نزيد كمية تاعي تاع لافارين، والمقادير هذو متخافوش كامل مكتوبين وراح تشوفوهم على الشاشة. نخلط لهاد المكونات كامل كيف كيف، وبلا ما ننساو الملح اللي يعطينا لوغو بنين باش ما يجيناش المقروط تاعنا صامت. هنا السمن تاعي ما نذوبوش فريمون، نخليه يعني بدرجة حرارة المطبخ. انا هنايا كان شوية جامد درتو بك في الكسرونة باش يديلي باش يكون يعني غامولي نقدر نخدم به. دوك هنا واش ندير بعد ما خلطت كامل المواد الجافة تاعي، ندير الكمية تاعي تاع الزيت، ونزيد بيان سور الكمية تاعي تاع السمن اللي كنت ذوبتها خفيف ظريف باش نذوبها 100%. دوك هنا واش ندير، لازم نبسس كامل لي زانغغيديون تاعي هذوما كيف كيف. ايه واحد الريحة راهي، نحكي لكم واش نحكي لكم. هنايا نبسس كامل هاد المكونات كيف كيف حتى نحس بلي شاك حبة تاع السميد دخلت لها هذيك لا كونتيتي تاع ليدام تاعي. نعاون روحي توجو بالسمن وبالزبدة باش يجيني مبسس او ميم طون، يجي في هذيك لا كروت البنينة، ويجي ثاني بيان سور لازم يكون طري. هنايا نبسو تري تري بيان بهذا الشكل، فوالا. هنايا من الأحسن في هاد ليتاب تبسو هكذا شوية، ومن بعد تزيدولو كمية تاع ما زهر غير هكذا بيديكم، باش هنايا الحبة تاعنا تاع السميد تشرب لنا وتنتفخ لنا الحبة تاعنا تاع السميد. نخلط هكذا تخي تخي بيان بيدي، نبسسها. ما نكذبش عليكم انا في هاد لي غوسيت بالذات منحب ندير ليغوم، نحب يديا هما اللي توشيو لاباط تاعي باش نحس بها ونحس بهذاك لاباط تاعي كيفاش راهي. لو بوت تاعي دائما انه ندير وصفات تقليديه، خطره نمد لهم انتوش مودرن كي تكون يعني فقداها، سينو الا كانت وصفه تقليديه شابه ماذا بيا نبدل فيها والو، يعني نخليها على طبيعتها، وكل خطره يعني نوع لكم ما بين العصري والتقليدي باش ما تملوش منا بيان سور. هنا بالنسبه للنوعيه تاع السميد اللي ندير بها هي نوعيه سميد متوسط باش يجينا السميد تاعنا، باش يجينا المقروط تاعنا عفوا. انا الصيام سورتو كي الحق هذا الوقت نبدا هنا يقولنا السميد تاعنا يكون موايا ما يكونش فريمون خشين. هنا من الاحسن نخلوها تريح واحد السويعه ونعاودو نوليو ليها. انا يا ندير هادي عاودتهم قدامكم، نكمل نلم لاباط تاعي بالكميه تاعي تاع المزهر.
انا هنايا راني ندير فيه بالغرس. سينو كاين مقروط اللي يجي بيان سور باللوز لداخل، على بالنا بلي المقروط فيه انواع، قلنا هو سلطان المايده، يعني ما تلقاوه في كامل البيوت الجزائريه. برك انايا اليوم اخترت لكم طريقه سهله نديروها السهره تاعنا تاع رمضان. هنايا بعد ما نطم لاباط تاعي نخليها تريح شويه، لازم نخلوها تريح شويه باش نشوفوها، نشوفوا السميد تاعنا على شربنا هذيك الكميه تاع المزهر، الى شربها نزيد لها شويه ما زهر من بعدها، باش من بعد كي ندير الغولي نبدا نولي فيه يقعد لي شباب ما يتكسرليش. دوك انا واش ندير، نروحوا فصل صغير ونعاودوا نولوا لكم. بعد تاعنا خليناها تريح شويه، دوكا نعاودوا نولوا ليها. وبيان سور هنا نستعينوا بلو فيلم اليمونتير، ولا تقدروا ميم دي ساشي دو كونجيلاسيون تخدموا. هنا الحاجه الاولى اللي نديرها، نبدا بلاباط تاعي هي الاولى نخدمها. قلت لكم هنايا لازم تستعينوا بكيس بلاستيكي. نفتح كامل لو بابي فيلم تاعي. انايا لو بابي فيلم كيما على بالنا رقيق بزاف، يسمى نديرو على دو فوا بهذا الشكل. نجيب لاباط تاعي اللي كانت ريحت لي بيان سور، زيد ندير عليها هكذا، زيد ندير عليها شويه تاع بابي فيلم. توجور ندوبلي البابي فيلم تاعي باش نخدم خدمه اليز. نفس الشيء نديرو مع لافخس، يعني هنايا نفتحو لاباط تاعنا ونزيد نفتح لافخس تاعي. هنا تقدرو تخدموه تخلوه وقت ما حبيتو تجبدو تقليوه قليوه وعسلوه بيان سور، كيما على بالنا بلي المقروط يحب ينتكل يعني معسل ويكون جديد ما يكونش. هنا واش ندير، نفتحو تخي بيان. هنا من الاحسن كي نفتحو نفتحو فريمون رقيق باش من بعد ما يجيناش معجن لداخل، هو اون توكا ماشي يجي معجن مي باش ما تجيش فيه لاباط لداخل بزاف. هنايا بعد ما كملت لاباط تاعي دوكا نروح نفس الشيء مع الغرس نخدمو كيف كيف. هنا بالنسبه للغرس تاعنا تحبوا تخدموا بالغرس تاع البطانه، وريت لكم بليزيوغ فوا كيفاش نخدموا الغرس تاعنا. يعني كاين اللي فوروه، هنا دو بريفيرونس من في من فوروش ديريكتومون ندير له الزيت، يعني نبدا نحيلو في هذاك العظم تاعو بالزيت ونحيلو ونزيد له مغرفه صغيره تاع زبده، نزيد له بيان سور الماء زهر وتنكوه بوش حبيتو. انا حنايا الغرس تاعي راه واجد، دوك هنا نديرو هنا قطعته مربع بجست باش كي نخدم به يجيني ساهل. زين ندير له لو بابي فين نفس الشيء ونفتحو كيما فتحت لاباط تاعي بهذا الشكل. لازم توجور البلون طرافاي تاعي يكون فريمون فارغ، يعني باش نقدر نخدم الخدمه تاعي اليز. انا توجور نعطيكم كفكره فقط نحب نديرها، الغرس تاعي نحب نديرو هذيك شويه تاع الجوز تعطي لوغو بزاف بنين، يعني قيس حفنه صغيره برك ماشي حاجه. نفتحو هكذا مليح، تقدروا توجدوا الغرس تاعكم هكذا يعني ديروه مستطيلات وتخبيوه. دوك هنا واش ندير، نفتحو هكذا. من الاحسن يكون قيس العجينه تاعكم باش تجيكم العجينه تاعكم كامل فيها الغرس في كامل لي كوتي. هنا واش ندير، نعاود نجيب لاباط تاعي نحاذر عليها باسكو لاباط تاعي راهي طريه، نحيلها على لو بابي فين. نحو غير بالعقل هنا باش لاباط تاعنا ما تبداش تنحنا ونخسرو كامل الخدمه اللي كنا خدمناها. لو بابي فيلم تقدروا تعاودوا تفتحوه وديروا بها تجينا واحده اخرى باش ما نقعدوش نخسرو. هنا نسقم لاباط تاعي منا وندير الغرس تاعي. قلت لكم لو بابي فيلم تقدروا تعاودوا تخدموا به ميم لي ساشي هذوك، يعني نكملوا بهم كامل لا كونتيتي تاع المقروط تاعنا. نحو الغرس تاعنا ثاني غير بالعقل بهذا الشكل. هنا كي تشوفوا هاد لي كوتي ما فيهمش ولا نورمال باسكو راني راحه نروليه. دوك هنا واش ندير، نحكم هاد لو كوتي هكا ونبدا نروليه في المقروط تاعي فاسيلمون. قلت لكم لاباط تاعكم لازم تكون فريمون مشبعه باليدام وبالماء باش هنايا من بعد كي تجوا تخدموها ما تبداش تكسر لكم. هنا هكذا نزيرو مليح على البودان تاعنا ومن بعد نجيو نشكلوه. هنا التشكيل تاعو كيفاش يكون، نقعد توجور مستعينه بلو بابي فين. هنا من تحت نورمال حيت تقدروا تسقموه، نجيب هكذا يديا وندير له الشكل تاع هذا المثلث ولا البيراميد سمو كيما حبيتو.
والشكل نتوما تتحكموا فيه كما حبيتوا ديروهم بعدا خدموه. انا يعجبني بوكو بليس هذا الشكل سورتو في رمضان، قلت لكم نحبوا نخدموا هكا حاجه بطبع وتكون ديفيرونت. هنا واش ندير، نجيب الكوبات تاعي ونبدا نقطع فيه. هنايا الكبر تاعو نتوما تتحكموا فيه. هنايا من الاحسن نخدموا بكوبات تاع الحديد تسهل علينا الخدمه خير. دوك هنا واش ندير، نجيب هكذا جهه فيها كوبات وجهه نعاون بها يدي، ماشي دو كوبات. هنايا نعطيكم برك لاسيس اللي تخدموا بها بدو كوبات كيفاش ديروا. نحكم الحبه تاعي تاع المقروط، نسقمها هكذا تخي بيان، ومن بعد بيدي ندير لها هكذا. دوك هنا واش ندير، نزيد حبه معاكم برك، والقليان تاعو باين، الزيت تاعنا يكون غازر، يكون بيان سيغ سخون، ندخلوهم للحسل تاعنا يتقلاو. بون انا هنايا خلاص سي بون بديت نروح. نديروهم في الحسل بعد ما نقليوهم، من الاحسن نقطروهم كامل من الزيت تاعهم، ومن بعد نغسلوهم على دو فوا ويكون المقروط تاعنا واجد. انا بيان سيغ راني وجدت لكم ديجا المقروط. اي فوالا المقروط تاعنا راهو واجد. هنايا التزيين تاعنا درتو بشويه دجله، نتوما باش حبيتو شبحوه شبحوه في لافا، ليسونسيال هنا تدو الطريقه الصحيحه تاع المقروط تاعنا. جيسبر ان شاء الله يكون عجبكم الوصفه تاع اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في عدد جديد. سلام.